الكيك الموز. المقادير 180 جرام زبدة، 180 جرام سكر، 3 بيضات، بشر 1 ليمون، عصير 1 ليمون، 1 كوب فول سوداني، رشة ملح، 250 جرام دقيق، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 موزات مهروسة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة روح اللوز، 1 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة جوز الطيب، 1 كوب حليب مبخر، 1 كوب أناناس مكعبات، 1 كوب كرانبيري، و 1 كوب جوز هند. أول حاجة هنعملها هنحط الزبدة والسكر في العجان، هنضربهم مع بعض، هنحط معاهم بشر الليمون عشان يطلع النكهة بتاعته والزيوت بتاعته. بعد كده هنحط المقادير الجافة مع الدقيق، ولما نضرب الزبدة والسكر هنحط معاهم البيض واحدة واحدة. دلوقتي هنحط الدقيق مع التوابل والبيكنج باودر والملح، وهنحط جوز الهند، هنحط الحليب المبخر، روح اللوز، عصير الليمون، والموز المهروس. هنخلطهم مع بعض، وبعد كده هنحط الكرانبيري والسوداني والأناناس. هنضيف الأناناس، كرانبيري والسوداني. ما نخلطهمش كتير قوي علشان السوداني ما يكسرش، وكمان الأناناس والكرانبيري يحافظوا على شكلهم. وهناخدهم نحطهم في صينية مجهزة بالزبدة والدقيق، وهندخلها فرن بدرجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. وده بيكون شكل كيك الموز بعد ما بتطلع من الفرن. يا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم.